من أعظم ما يجتهد فيه المؤمن في حياته أن يتحقق بصفات المؤمنين في مختلف الأحوال، وخصوصا ما ينازلهم من عند تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وسماع آياته. فإن الله تعالى وصف المؤمنين والذين يخشونه بالغيب بأوصاف وأحوال تعتريهم عند تلاوة القرآن وعند سماع القرآن، فيجتهد المؤمن أن يتحقق بذلك وأن تكون في تلك الأحوال والصفات عند التلاوة وعند سماع الآيات. فمنها الآية الكريمة التي بيّنت أن الهدى يقرأ في أحوال تعتر المؤمن عند تلاوة القرآن وسماعه. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذه علامة قوية، إن كنت تخشى الله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تلاوة القرآن وسماع آياته، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهذا مفتاح باب بين الذاكر والمذكور، بلين القلب والجلد حتى تسري سراية الذكر ويتجوهر القلب بجوهر الذكر، حتى يجتمع الذاكر على المذكور، حتى يفنى الذاكر في المذكور، حتى يذكر في حضرة الله بالذكر الجميل فيصير المذكور ذاكرا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله، هذا علامة الهدى. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. والذين أضلهم لا يصغون للقرآن ولا يتأثرون بالقرآن ولا يأخذون الهدى من القرآن ولا تقشعر جلودهم عند تلاوة القرآن وعند سماعه. فعند اجتماعنا لختم القرآن الكريم، ما أخبار قلوبنا واقشعرار جلودنا عند تلاوة هذه السور الكريمة من سورة الضحى إلى سورة الناس، ووسطها عجائب وغرائب ومعارف ودلائل ومعالم وأعلام وأخبار وأقسام وأيمان وحلف من الله تعالى على حقائق أقسم بها في هذه السور، من أولها في سورة الضحى أقسم وحلف بالضحى والليل إذا سجى على مكانة حبيب محمد لديه، وأنه لا يتركه ولا يقله ولا يبغضه ولا يودعه، ما ودعك ربك وما قاله.